انطلق الشوط الرابع عشر يا الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء عبر الشاشه وعبر المتابعين مشاهدينا الكرام في كل مكان. هاي انطلاقات المرموم تتواصل ونسير الى الصداره، نبحر الى مقدمه الشوط. ياتي هنا معدي لعلي بن خليفه بن رشيد السويدي يسير الى انطلاقه هذا الشوط، بينما المركز الثاني شاهين محمود بن حبيب بن محمد الرضا ياتي وينطلق الى المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الاخر، هنا ياتي فارس بن محمد المزروعي مع تواجد شاهين في المركز الثالث. المركز الرابع السبوسي وصل مياس لسالم بن علي بن سالم السبوسي. المركز الخامس هناك راشد بن محمد بن هويدن ينطلق مشاهدينا الكرام الى المركز الخامس في هذه الانطلاقه وهذا التحدي. حبشان هو اذا ياتي على المركز الخامس، هكذا هي النتيجه، نتيجتنا لهذا الشوط هنا في الانطلاق والتحدي، ممارسه النشاط الحيوي، النشاط اليومي لسباقات الهجن مشاهدينا الكرام. ونقول لمن جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الطريق وصل، من بحث عن السبوك اكيد لابد انه يجد لها طريق في سباقات الهجن، يجد لها طريق في المرموم. هنا انطلاقه الشوط، هنا تحدي الشوط، وراشد بن محمد بن هويدن الان مع حبشان غير مع اللحظات الاخيره. حبشان انطلق الى المركز الاول في هذه اللحظات. المركز الاول سالم بن علي السبوسي ياتي ثانيا مع وجود مياس معدي في المركز الثالث، علي بن خليفه بن رشيد السويدي، ولكن نشوف الرميثي رابعا عوده الى الصداره خلاص مع بن هويدن ومع حبشان على المركز الاول. تهانينا راشد بن محمد بن هويدن الاجتبي على فوز حبشان بصداره الشوط. علي بن خليفه الرميثي خليفه الرشيد ياتي بالمركز الثاني. المركز الثالث مشاهدي الاعزاء سعيد بن مطر الرميثي، كان تشابك اسماء. نشوف التوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء، دقيقتين و14 ثانيه التوقيت الزمني، لحظات وصول حبشان الى خط النهايه راشد بن محمد بن هويدن. تهانينا على الفوز والناموس.